Anyways, I've got a few minutes left. Let me recite some Quran because I've done with this guy. Allah subhanahu wa ta'ala, he says in chapter number 19, verse number 31, about Jesus. This is what we believe about Jesus. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Christians, this is what Allah says in the Quran. Listen to it. Tell me if this is not a better model for you. Be honest.